ولكن في خزانة مصر هي 7 كؤوس إفريقية، بمعنى منتخب مصري يبقى أسد حتى وتمر الأيام والسنون والسنوات. خليني نقول لك أنه مصر نجحت اليوم في تنظيم هذه الكأس في 4 أشهر، أن ترفعين التحدي بتجهيزات لملاعب حديثة تسر عيون الناظرين وتثير المعجبين. فأظن أن مصر لم تفز بكأس إفريقيا ولكن فازت بحب التقدير وشرف التنظيم، إضافة التنظيم الأمني الذي وفر كل الظروف للمتتبعين للباتات الإعلامية لكل المنتخبات الإفريقية. مكالمة غوارديولا تثبت للمرة الألف أن هذه البطولة لها اهتمام كبير من طرف أكبر الخبراء والنقاد عبر المستوى المعمورة والمتتبعين طبعا للكرة المستديرة. بشكرك شكرا جزيلا في البداية أكيد عن الكلام الجيد جدا اللي أنت قلته عن مصر كلام حق وكلام حق. انا بشكرك وكل الكلام اللي احنا بنشيد بيه المنتخب الجزائري هو حق، وهو اقل ما نقدر نقوله من مشاعر ناحيه من داخلنا ناحيه المنتخب الجزائري كلاعبين كجهاز فني وكجماهير. اكيد مشرفنا ومنورنا وان شاء الله يوصلوا للنهائي باذن الله ويكون نهائي عربي خالص نستمتع بيه بمشاهدته ان شاء الله.